نعم، بالنسبة لهذه العزلة فيها في الحقيقة هي هروب من الناس إلى الله، ففروا إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فالإنسان إذا شعر أنه يقربه الله سبحانه وتعالى حينما يقترب هو إليه، وأنه إذا ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره بملأ ذكره بملأ خير منه، وإذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا إلى آخره. والحديث لا بأس بذكره، وهو: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والإنسان في هذا محتاج إليه من جهتين: الجهة الأولى جهة تهذيب نفسه من الأخلاق الذميمة وتطهيرها من دواعي الشهوة. فالشهوات تنقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. والشهوات الحسية سهلة، يمكن أن يلجم الإنسان عنها نفسه، لكن الشهوات المعنوية صعبة لشدة إلحاح إبليس بها. فحب الشهرة وحب الرئاسة وحب الانتقام وحب التأثير في الآخرين وحب الذكر وحب الشكر ونحو ذلك، هذه شهوات باطنية معنوية، ومن الشاق جدا أن يتخلص الإنسان منها. والذي يتخلص منها تجد ذلك فيه في تواضعه في أخلاقه في معاملته مع الناس، لكن لا يتخلص منها الإنسان إلا بعناء وجهد مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. والعزلة من ذلك، والعزلة من ذلك. ولهذا يحتاج الإنسان إلى تهذيب نفسه وتطهيرها من الأدران وهذه العيوب، ولا يكون له ذلك إلا بهذه العزلة. ثم الأمر الثاني، النفع الثاني، ما يتعلق بالتحلي بالصفات الحميدة. فالإنسان ما دام مع الناس كثير من الفتوحات لا ينالها، والشعور بمخالطة الملائكة الكرام، بل ربما الإحساس المباشر بهم أو سماع كلامهم، هذه من الأمور التي لا يجدها الإنسان إلا بهذه العزلة، أو من النادر أن يجدها بدون هذه العزلة. وكذلك التفكر في عجائب خلق الله والتدبر في ما فرط الإنسان فيه في جنب الله، قلما يتأثر الإنسان بذلك التأثر البالغ. لأن الإنسان مثلا إذا سمع آيات سورة الزمر وهي تقرأ في ملأ قد يتأثر ويبكي، ولكنه يخفي بكاءه ويخفي تأثره لئلا يكون مرائيا. لكن إذا كان خاليا من نفسه وقرأ هذه السورة بتدبر فسيجد أثر التقريب الإلهي. فنقرأ مثلا قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكذلك نجد فيها قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أو نقرأ فيها نداء الله الكريم الذي يخاطب به عباده المؤمنين فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فخلو الإنسان بهذه الآيات وهو يتدبرها ويتفهمها ويتذوقها ويحاول أن يتمثلها في نفسه لا يعدله شيء فيما يتعلق بتهذيب النفس وترقيتها ورفع مقام الإنسان ومستواه في معاملته مع ربه وخطابه له وأنسه به. كذلك الأمر الثالث هو الادخار عند الله،
فالإنسان الآن الذي يدخر مالا مثلا، هل يريد، هل يحب أن يطلع الناس جميعا على أرصدته وما يملك؟ الأرصدة الأخروية أهم بما لا يمكن مقارنته ولا الالتفات إليه أصلا من الأرصدة الدنيوية. فعلى الإنسان أن يخفي منها شيئا، ولا يستطيع ذلك إلا بهذه العزلة، والذي يتذوق طعمها لا يستطيع أن يخلو منها، لأنه إذا خلا منها كأنما هو معذب. ولذلك فسر ابن عباس قول الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: أو لو أعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: أعذبنه عذابا شديدا هو الحبس مع غير الجنس. فحبس الحبس مع غير الجنس تعذيب. فكذلك الإنسان الذي يتذوق طعم العبادة إذا كان بين الناس وفي الضوضاء والأصوات والأضواء والمشكلات هو محبوس، فهو معذب عذابا شديدا. لكن إذا فر إلى الصحراء وخلى بربه، نعم، يجد هذا الأنس. وجدي رحمة الله عليه الشيخ محمد علي يقول: فكم راحل، فكم قاطن في رحله وهو راحل، وذي خلوة في وذي جلوة في خلوة يترحب.